احنا جايين جاي لعندك ربي يخلي باش نولي فوق مره اخرى. ربي يخليك. سلام الشريفه كده يا لهوي صديق جمعة مباركة مبروك على شيخ. الله يخليك. امين يا رب. ما قلت ما من بشحال تصبيحو؟ بسم الله وصعنا كنصاوبو ليه. ايه بشحال زعما تتصايبيه؟ بغيتي كيلو زبده 2600. اها بغيتي كيلو سمن؟ اها 3000 ريال. مزيان ان شاء الله مره اخرى ان شاء الله. المهم دابا غندوقو زبدتك. ديما تنجيو لهنا البراج سميتو. الصحة والراحة. الله يعطيك الصحة. ضوب لي في الميكا ضوب لي. اه خابرك. اه كنا بغينا ناخذ ثلاثه ولكن ما وقعت. لا ما خاصها 20 درهم. شنو تسولني انا ما جاتش معايا. ما جيتش معولي انا داكشي علاش. جبنا عاد الدرير عند جبار. داكشي علاش. راه هادي هي اللي تيديروها السمنيت. اه حيت البيضة البيضة ما تجيش فيها. لا تعجبني انا حتى هي ولكن علون. ما تجيش زوينة اصلا تعجبني هاد الصفرة انايا. علون ما طيبش. صافا غندوق منها واحد شوية. ربي يخليك. سلام خواتاتي كي دايرين؟ المهمات ديالي الناس العزازين عليا. المهم ديتكم معايا في الطريق، ديت ولدي الجبار ضحيو معايا الله يشافي ليا يا ربي ويشافي جميع الامه الاسلاميه يا ربي. وداك التراجع قلت ناخذ شويه الزبده وشويه اللبن. ايوا هادي هي البوديزه ديال اللبن اللي خديت صبرتها معاكم. شرفت انك تناخذها. وهادي هي الزبيده صراحة راه كيبيعو الزبدة زوينة. أنا خديتها تدقتها راها غزالة. وهادي هي الزبدة الصفراء اللي اللي بغا يصايبها سمن. أنا الصراحة هاد الزبدة الصفراء هي اللي تتعجبني بحال هكا زعما السمن. المهم بالنسبة للتمن البنات راها دايرة 800 ريال زلافة. هي هادي 800 زلافة. المهم الريحة ما نقولش ليكم هانتوما باش ما كاين لا هادي لا قطعت قدامكم. المهم انا دقتها عندها عاد باش خديتها. المهم 800 ريال زلافة. المهم زوينة هاد الزبدة بلدية يعني حسن من ديك ديال البواطا حسن بزاف. المهم انا دائما بغيت نجيبها تنديرها فواحد البواطا بحال هكا نديرها في المجمد والوقت اللي نبغي بحال هكا نحط نهز داك الطروفة اللي بغيت وصافي تنحطهم. المهم قلت نشارك معاكم الزبدة اللي خديت وما شهيتكم صراحة ما شهيتكم عيب في سميتو في شي مخيمرات ولا بحال هكا البغرير تجي زوينة يا البنات صحية.
ايوا قلت خديتها غاش نشارك معاكم. المهم غنقطع زلافه الخلافه البطاطا هذه. المهم لقيت اللي بغينا هنا دابا خاصني ندخل الثلاجه حيت راها يعني بدا مع الحراره ديال الكوزينه. جيت وجلست تعرفت حيت غادي نكمل لكم الفيديو ونشارك معكم الزبده اللي خديت. ومن ثم ندردش معكم ونهضر معكم ونتمنى من الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. المهم ماشي باش غادي نشارك معكم شنو شديت وش ما درت و تولفت بحركة تحدث معكم ونهضر معكم الخوي كلبي على شلا الخوت والميمات. نتمنى من الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. ودا حوليا مع ولدي والله الا عطيها هاد الرجل هادي عاد بات وشويه دار الصغار الله يهديهم تيبقاو تابعين الكرة حتى تيجيبوها في راسهم. ايوا ولكن تنقولو لي مقسم اسيدي ربي مرحبا بها وصافي. باش تعرفو زبدة تكون بحال بلدية هكا تكون عرفتي راه غير الرويحة ديالها ديال البنات. البنات أصلا دوك العيالات تما في طريق سيدي بطاش سد الرويدات اللي بغا ياخد من عندهم صراحة راه تيبيعوها زوين. الزبدة بلدية تما عندهم زوينة وحتى اللبن تبارك الله زوين. بالنسبة للبن خديتو بخمسة وعشرين درهم باش خديتو من عندهم. ايوا هادي اللي هنا غادا نشدها بحال كنديرها في الباطا والاخرى هادي غادا نخليها صراحة غادا نخليها هي و هي وهادي غادا صراحة غندير معايا في ميكاكا ونخليهم صاينين. الوقيته اللي نبغي راه نجي نجبدها ونقطعها ونديرها وغادا نخليهم يشقوهم فترة بحال هكا. تنبغيو نديرو بحال هكا كسكروت بالقهوة. ايوا صافي ممشيتش غنقطع دابا هادي ولكن قلت بلا ما نقطعها نخليها هكا صغيره. لقيت اللي نبغيها غادا نجبدها ونقطعها صافي. هادشي اللي كاين من كل زلافه خليتها في الميكرو صافي. تبديت تنقطعها ونتراجع قلت صافي غادا نخليها هي هادي زلافه هنايا. ولقيت اللي نبغيها راني نجبدها صافي. وانا ضروري نقلب هاك القسم على جوج واخا ضقتها وداكشي صافي حيت كنتي شي وقت تلقايها نص بيضة هاكا ونص نص صفرا هاكا. انا مش تعجبني الصراحة ديك الزبدة البيضة هادي هي اللي زوينة. الا بغيتو ديروها سمير راه تجي هاد هاد الصفرا هي اللي تجي زوينة تجي زوينة في السمن بحال هاكا. ايوا صافي لا فيديو ديالنا غادي غادي يسهل ان شاء الله. نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. المهم مشاركتش معكم هادشي اللي قسم الله صافي يعني خديتها كنت علاش لعبت معاها كمان موتش الدهن ديالي. انا دائما تكون سعاد شي حاجه بسيطه تنشاركها معاكم هكايا. ايوا اللهم ادي ما نعم وحفظه من الزوال. ايوا نشارك معكم اختي حتى البينه وتشوفوها كيفاش دايره البينه ديالها زوينة ماشي تبارك الله خاطرة. يا اختكم سعاد راه تتموت على شي حاجة سميتها سايكوك والله إلا تنموت على شي حاجة سايكوك. إيوا هنا الفيديو ديالنا غادي يسالي. نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وتبارطاج اختكم سعاد. والبساطة دائما مع سعاد تنقول لكم هنايا تنسلم عليكم وتنقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله ومع فلوق جديد اختي الله يحفظكم ليا يا احلى خوت واحسن خوت والناس العزازين على اختكم سعاد. نتمنى من الله تكونوا كاملين اخوتي بخير وعلى خير. وهذه هي الزبيده ديالنا هي اللي خديت من اللي كنت غاده لعند الجبار داعوا ليا مع ولدي. وتنقول لكم السلام عليكم والسلام عليكم احبابي الله يحفظكم ليا ومبروك عواشركم. تنعاود نقولها لكم ثاني ان شاء الله.